Bonjour à toutes, je filme de la cuisine. Je viens pour partager avec vous une nouvelle recette. Cette la recette d'un cake aux pommes qui est très 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 bon. Pour les ingrédients, on dit 125 g de beurre, 125 g de sucre sanida ou l'hessab 1 kg de tfah, donc 5 ou 6 de tfah. هادشي بالنسبه لي بوم كيفاش غنكاراميليزيهم من بعد عندي لي زانغريديون بور لو كيك دونك عندي 4 د البيضات عندي 200 غرام ديال لو سكر 220 غرام ديال لا فارين كاس ديال الزيت ان ياغورت لا فاني عندي خميره ديال 15 غرام انا هنا غنستعمل نتوما الا ما عندكمش 15 غرام تقدروا ديروا جوج ديال 8 غرام وعندي ان ساشي دو فاني دونك دابا انا حطيت لو مول ديالي فوق البوطه هنا انا استعملت واحد لو مول ديال 30 سنتيمتر بغيت غير نقول لكم واحد الحاجه ديما كتشوفوا جو بونس في لي فيديو ديال لا كوزين ديالي هاد لي دو طورشون حدا لا بلاك ان فيت جو لي مي بور بروتيجي الزجاج اللي عندي هنايا حيت فوالا كنعيا بالحكان والغسيل ديالها دونك وليت كنبروتيجيها ملي كنبغي نطيب Alors, on va mettre le sucre. Michel. Alors, là, comme vous voyez, j'ai mis 125 g ou le beurre d'ali ou j'ai mis le bota. Donc, on va mettre le harre pour les mélanger. صافي غنخلي لو بور ديالي يذوب ونحاول نقابلو باش يتكراميليزا وما يتحرقش ليا الميلونج ديالي دونك ها هو داب دابا غادي نبقى مقابلاه ولكن اون ميم طون غادي نقي التفاح ديالي باش نوجدو دونك مره مره كنبقى نحرك حتى كيتكراميليزا هنا بديت كنقي في التفاح دونك التفاحه كناخذها انا كنقسمها على 4 كنقي كل كار بوحدو ومن بعد كنقسم داك لو كار على جوج ديال لي مورسو هانتوما دونك كنقي لو كار ديالي ومن بعد كنقسمو على جوج دونك واخا كنقي التفاح ما ننساش نجي مره مره نحرك الكراميل ديالي فوالا ها هو بدا دابا كياخذ اللون شويه دابا انا طفيت عليه حيت ها نتوما كما كتشوفوا ها هو خدا اللون ومازال غادي يزيد ياخذ اللون ملي غنحط التفاح باش يطيب دونك انا استفت التفاح ديالي باش يطيب ملي استفتو درت عليه شويه ديال القرفه وان ساشي ديال الفاني من الفوق درتو عليه فوالا دونك دابا غادي نخليه يطيب تقريبا واحد 20 مينوت الوغ كيما كتشوفو دابا هرست مي 4 زو غادي نزيد عليهم السكر وغادي نخلط مزيان هنا كنزيد كاس ديال الزيت ونعاود نحرك غنزيد دابا لا لوجور ديالي اي لا فاني ونهرك غادي دابا نزيد الفورص شويه بشويه وكنبقى نخلط حتى كندخلو مزيان دابا انا حبست الباتور الكتريك كندخلو غير بلو فوي
دونك صافي دابا ها هو لو ميلونج ديالي تخلط مزيان. غادي نزيد عليه لو ياغورت فوالا وندخلو مزيان. الوغ الكيك ديالي دابا ها هو وجد، دونك غادي نمشي نشوف التفاح ديالي فين وصل ونرجع نوريكم. الوغ كيف ما كتشوفوا دابا التفاح ديالي طاب، غادي ندير فوق منو الكيك اللي وجد وغادي نمشي ندخلو في لو فور. دونك انا الفور كنديرو على 180 دوغري. انا دابا زدت الكيك اللي صوبنا فوق التفاح، دابا غادي نمشي نشعل الفور ديالي على 180 دوغري نخليه يسخن. انا دابا زدت الميلانج ديالي ديال الكيك على التفاح، شعلت لو فور ديالي على 180 وخليته سخن. غادي نخشي فيه المول ديالي ونخليه يطيب واحد 40 مينوت. دونك كل واحد والفور ديالو كيفاش كيطيب، انا كندير 180 دوغري بوندون 40 مينوت. الكيك ديالي ها هو وجد، دونك يجي على هذا الشكل فوالا. دونك فريمون كيجي زوين، سورتو الا تكال لو جور ميم اللي طاب فيه. هنا غيكون لا فان ديال لا فيديو ديالنا، نقول لكم اون بروشين فيديو ان شاء الله بور بلوس دو بارتاج.